حذرت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكب انتهاكات خطيرة لاتفاق وقف إطلاق النار مع سوريا، وذلك بعد استمراره في تنفيذ مشروع بناء كبير على طول ما يسمى الخط ألفا الذي يفصل مرتفعات الجولان المحتلة عن الأراضي السورية. جاءت هذه التصريحات من قوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة يوندوف التي تقوم بدوريات في المنطقة منذ عام 74، بعد تقرير نشرته وكالة أسوشيتد بيرس يتضمن صورا عبر الأقمار الصناعية تظهر أعمالا هندسية يقوم بها جيش الاحتلال على طول الحدود. وأعربت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك عن قلقها، معتبرة أن هذه الأعمال تعد انتهاكا خطيرا للمنطقة منزوعة السلاح، محذرة من أنها قد تزيد من التوترات في المنطقة، مؤكدة أنها تراقب الوضع عن كثب. وتظهر الصور عالية الدقة من الأقمار الصناعية في 5 نوفمبر لصالح وكالة أسوشيتد بيرس أكثر من 7.5 كيلومتر من أعمال البناء على طول خط ألفا على بعد نحو 3 كيلومترات جنوب الشرق بلدة مجد الشمس الدرزية التي تسيطر عليها إسرائيل. وتكشف الصور عن خندق بين سدين، حيث يبدو أن أجزاء من الخندق تم رصفها بالأسفلت، إلى جانب وجود سياج يمتد باتجاه الجانب السوري، ويتبع البناء مسارا جنوبيا شرقيا ثم يتجه جنوبا على طول خط ألفا ليعود بعدها ليتجه مرة أخرى نحو الجنوب الشرقي. وتظهر الصور حفارات ومعدات أخرى تعمل على تحريك التربة، بينما يتم تكديس المزيد من الأسفلت على طول الطريق. وبدأت إسرائيل مشروع بناء طريق جديد على طول ما يسمى خط ألفا، وهو المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل مرتفعات الجولان المحتلة عن الأراضي السورية وفقا لصور الأقمار الصناعية. ويظهر المشروع مد طريق جديد على الحدود المباشرة بين الجولان المحتل وسوريا، وقد أكدت الأمم المتحدة أن قوات الاحتلال دخلت المنطقة منزوعة السلاح أثناء تنفيذ العمل، وهو ما يعتبر انتهاكا لوقف إطلاق النار الساري في المنطقة. وانطلق هذا المشروع بشكل جاد في أواخر سبتمبر بعد أن بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في بناء طرق جديدة، بالإضافة إلى ما يبدو أنه منطقة عازلة على حدود قطاع غزة. وفي الوقت ذاته بدأت إسرائيل في هدم قرى في لبنان، حيث تعرضت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لإطلاق النار، ورغم ذلك لم تشهد المنطقة أعمال عنف كبيرة حتى الآن على طول خط ألفا الذي يحدد المنطقة منزوعة السلاح بين سوريا والأراضي المحتلة من قبل إسرائيل، والتي تقوم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بدوريات فيها منذ عام 74. وفي أكتوبر الماضي نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية أن القوات الإسرائيلية بدأت تنفيذ أعمال جديدة في الجولان السوري المحتل والمنطقة العازلة، وأوضحت المصادر تفاصيل ردود الأفعال الميدانية التي اتخذها جيش النظام السوري والقوات الروسية المتمركزة في المنطقة. وقال عسكريون من لبنان وسوريا إن قوات الإسرائيلية تقوم بإزالة الألغام الأرضية وتثبيت حواجز جديدة على الحدود بين هضبة الجولان المحتلة والشريط الفاصل المنزوع السلاح على الحدود مع سوريا. ووفقا للمصادر تشير هذه التطورات إلى احتمال توسيع إسرائيل لعملياتها البرية ضد حزب الله، وأضافوا أن هذه الخطوة قد تمهد لإسرائيل استهداف مواقع لحزب الله من مسافة أبعد نحو الشرق الأوسط على الحدود اللبنانية، بينما تقوم في الوقت ذاته بإنشاء منطقة آمنة تمكنها من تنفيذ عمليات استطلاع ومراقبة بحرية. كما كشفت مصادر أخرى أن إسرائيل بدأت بتحريك السياج الفاصل بين منطقة معزوعة السلاح نحو الجانب السوري، إلى جانب تنفيذ أعمال حفر لبناء المزيد من التحصينات في المنطقة، فيما قد يؤدي أي عمل عسكري من الجولان المحتل أو المنطقة منزوعة السلاح إلى تصعيد الصراع بين إسرائيل وحزب الله. ومن خلال توسيع جبهتها في الشرق يمكن لإسرائيل تعزيز سيطرتها على طرق إمداد حزب الله بالأسلحة، والتي يمر بعضها عبر سوريا وإيران التي تدعمه. وأفادت مصادر أمنية سورية ولبنانية بأن وتيرة الأعمال الهندسية التي تقوم بها إسرائيل مثل إزالة الألغام قد تسارعت بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة، ولطالما كانت المنطقة منزوعة السلاح على مدار 5 عقود الماضية موقعا لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية بعد حرب عام 1973. وقال مسؤول في قوات حفظ السلام الدولية في نيويورك إن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك رصدت مؤخرا بعض الأنشطة الإنشائية التي تقوم بها القوات العسكرية الإسرائيلية في محيط منطقة الفصل، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية. وعند سؤاله عن عمليات إزالة الألغام أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه لا يعلق على خطط العمليات، مضيفا إلى أن قواته تخوض حاليا قتالا ضد حزب الله بهدف تمكين سكان الشمال من العودة إلى منازلهم بأمان.